ماني قلت لك سيس روحك يا ودي. سي با غراف، سي با غراف، سي بغدادي، سي با غراف. سي عبد الغير، هذه المرة الثالثة اللي راك فيها تتشقلب، بخلاف المرات اللي راك تحت وما راك فيها حد. جاي. أما اللي زمان متقيد لي فيه في تحاتي. مش القصد يا سي عبد الغير، أما هات تشقليبة، يا أما هزت ناس القصار. فك علينا من الهدرة وخلينا نعمل جريتنا نتاع العاد. هاي. اسمعنا. ما ثماش كيما الحليب الفرشك كمنشط صباحي، جبته من البرنقية. وين؟ تقطع على حليب البقري من البلاد؟ قايمة على الفجر تحلب في طرف الدنيا. اسي عبد العظيم ماك تعرفني نحب الاصل والمفصل في كل شيء. بوليت الحليب هذاك بقرم اصلا تجينا بورتوكوا في سبيل القرب منك والخلطة نتاعك نقول كل شيء بما فيه نابورتوكوا اللي تفضلت بيه. يا بغديتي ربي ودي ما عاد تجيب لنا الحلبة نتاعك، انا والطفلة وين نحك ونجرشو مشوش نتسموا. يا بديها ادخل هو عليك وانت ما تنجمش توطي في صوتك. الدكتور حكيم قال الحليب النوم مش به البكويت خير. بربي يا بغداد يهز الكلب عمل به دوره ينتز اللي مسيزة تخرجوا حسها مش بيته هوني. فرح روايتك يلا. يبارك فيك سي عبد العظيم، عافيني من قضيه الكلب هذه، نخاف تولي سنسه. سيد بغدادي مش مطلوب باش يحوس لك بالكلب. ربي علي بقدرك يا سي عبد العظيم. جزعات طبعا قلت لي داب. على ذكر الإدام هاني جبت فطيرة للبديعة باش ما تغشش عليك والكلب ميسالش نعمل هدولاش. جاي ارتفع يا أخي ارتفع. مش قلت مش مطلوب باش يتحوس بالمكربة؟ من أجل عين كلب ألف كلب يكرموا. لولاد فطروا؟ فطروا كان زهير مشيت نقيم فيه تقلب لي عشيرة هذي ومن بعد عشيرة الأخرى ومن بعد قام فرد قومة يغني بالإنجليز. وش خيرته يصبح رائد الماضي؟ ما عادش قاري على كيف؟ كيفاش على كيف؟ هكا يوصل السنة الثانية اقتصاد في الجامعة ومن بعد يقول يزي فيه البركة علاش ما عمل؟ لولد ولدك هكا قدامك بركة ديما على القهوة والسيجار ما تحبش نعملك طريف خبز ومعجون؟ لا القهوة فيه البركة. قبل كنت تاكل عظم مفقس وخبز وزبدة ومعجون والسواقر مرة بعد قديش باش تبوخك السيجار؟ مش هذا موضوعنا. لو تحرتش نعمل معك أخوته قالوا لي عنده شهرين ما دخلش الكلية. وانت علاش ما تسمعش منه؟ علاش تنشد في اخوته؟ ما نشدهمش هما جاو قالوا لي. ما تعرفهم ديما يغزلوا عليا. الولد فد ما عادش ينجم لا لبسه كيف العباد، لا صباط كيف انديدو. تبدلوا كل 5 دينارات مره في الجمعه، اش باش يسوقوا له بربي؟ كما تسوقولوش الله غالب، هذاك اش نقدر. صباح الخير سي منصور. هو انت سي راضية؟ انا كان متساكن في الخربة هذه، عندي انتقادات على بيرو الصديق اللي سيادتك مسؤول عليه. الله يهديك سي منصور، تو هكا على الصباح الانتقادات؟ اي على الصباح، لان الناس الواعين هم اللي عاديو ب 24 ساعة هم ينتقدوا. اي بلي وقتاش يرقدوا اللي ينتقدوا 24 ساعة؟ تلا هكا كان ما يهمكش فيهم وقتاش يقيم رقدهم.
استاذ ايش بتعطيها بالمرتاح؟ انا هاني علمتك قبل ما تجيك لايحه طويله عريضه مصحين فيها الناس اللي كيفي ما همش راضيين على السنديك بتاعك والتجاوزات والتسيبات المتواجده في الخربه هذه. كلباك هبط الكرطابه سي راضي بونا بس باش نفهمك. ما تفهمني ربي يبقيك ربي يفضلك يعيشك يعيشك. اسمعني وما قلت لي عندك اعتراضات وانتقادات. طيب سي احنا الاسبوع الجاي عندنا اجتماع هيئه المتساكنين اتفضل بحذانا واعطي رايك. اما شنو ما تنساش باش تلاحظ روحك وللناس اللي صحوا في العرايض اللي في لسات السنديق راس الشهر هذاك شيء واجب بمقتضى القانون هذا. دويو بابا عنده ابوه انا ما ندفع الا ما سيادتك تتنحى على المسؤوليه. طيبين الله شو هو زاد الواحد ماشي محمد عم يفطر ولا لا؟ الرحمن الرحيم الراجل عينيه كيف نظرت الكهرباء نقبوا كاخر وزايدين على قدام ربي يستر ونقص جاني كيما عزيزي الله يرحمه وشق وشق بروزاته لعبت فيها هكا العينين هاي ومشى من غادي لغادي. بسم الله الرحمن الرحيم فطيره التوا رقتها وه ما قوم عاد التسعة تعديت أتو خويا يقول لي شنو الراجل اللي ماخذته قلبه بارد بالمجد قلبك بارد انت إن قلبي جمرة جمرة عدا واللي ترميت عينيك رجال كلي في بلادكم عينيهم حلوين هكا علاش علاش ساكن في نقبه فك السقيفه وين عندي له ساعه تعرف خويا منصور ما يقول شيء وبراقة اش عندي فيه يا اخي باش مببص على خاطره مو لازم يجيني نهار ونتزوج هو ما خديش امراه على خاطر غصن ومشحاح وين انا شهلوله وشرها والناس الكل تموت عليا الا انت مكشفات بيا علاش لمشت ليك بنت هذي محليها دليلة يا دليلة حددت لي سؤالي أني جاية طول حددهولك رد بالك رد بالك كيف يقضيك منصور نعرفه ما يحبكش ماذا بيا نحدد لك سرويلك أنت مش كان يسمع تتكلم مع حد ما عندي مع شكون نحكي على خير والكل ما لازلت تنقص وحدك عندي جن نوسع له في باله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم صباح الخير مستر صباح الخير تهمين ها تونجي أستاذ كيف نعادة ماهو؟
ويعيطوا لك الاستاذ معناتها بالثقف اش يترتب عليه كيفاش ما تبعش الرياضه تي الارض اللي احنا فوقها كوره تنجمش تكون مثقف وما تعرفش الجغرافيا مش هكا تي انا ولدي دخلت للأصابع نتاع الفريق اللي نعشقه كان ندبرها وربي جابه بالصواب الا ما ولي ملاعب يغور راهي الدنيا والكوره يا انا بابا حبيت ودخلني للاواسط نتاع الفريق اللي نعشقه كتفني والله كتفني الله يغفر له ويسامحه راهي الدنيا تطورت راهي الدنيا تطورت الكوره ولات في الانترنت بليها علاش تشيح فريق انا راجل دوبي دوب روحي اش مجايبني للانترنت عشان في شتك يا ولفول يا وليدي يا الفول 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 فول 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 يا صبحت عليك انا اصبر انت كمشي دخلت انا على الانترنت دليت لي انا دليت المواطنين قاعد تسمم فيهم اخلت هاني من هو تسكرك مني نقعد نستنى حتى يطيح لي واحد يتسكر قدام محلي وانا العيان احبابي وكليوناتي داخلين خارجين امشي اخلت هاني حنانه نسكت يا راكو جبانه اخلت هاني راني لا تقول لك لا بيت هاني ولا خلت هاني يخل خلص روحك اسكت امشي اخلت هاني امشي اسكت هنتك ليل عنكو شي زعم الوهولي أتخدم السادة خاطر السن في التاتم فوق عجيب الله لا يبارك لك الله 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 هكا هكا يا رسول الله ليت الحدادة هذي الخط هذا رتبالك تعدي وشي تقسم لي فروطار ولا سيدة الخانة هاي نعم سيد وما عادش نحب كافلة تصير متاعك اسمع هم زيت الراكوني مدوشك بك برقة في كلاسة متاعك هذيك لما انت مبيع انا اضراري المكتب ما يتعدوش من هنا يا تقطع يا توهامي والله لما نجيب لك النمر وتخلي يمر عبث هذا خديني انا عندي هو يعمل عبث دخلني ريض روحك خويا وتحلى بالروح الرياضية ما خسرتش يا توهامي شامتك انا الكوان هذا الكل ديريكت للحماس عام كامل ما تبيع منهم شيء ادب وشعر وفلسفه وجبد منها كلاوي انتم ما تعرفوش تبيعوا الكتب هذوكم بعمركم ما حطيتوهم في فيترينا ثم ادباء نعرفهم جوي شكولي قالوا لي عارفك متامر على الفكر عارفي عارفي اكثر واحد يعرف يخدم ما يحط لك في الفيترينا كان لي بوليفر كوجينا وجارديناج هذوكم اللي يخرجوا كل مقرونه الناس تشري وتهدي اش تحبوا يحط لك يوميات الجسد المصلوب كل ديوان سقط الزند لمجد والله هالامفونتير سقط لي زندي اما تجي تعاوني شويه بالله ياش نعاونك ماكش قاعد تشبح في الفاتورات البوند ليفريزون اش يقيدهم لي انا نشبح نشبح صباح الخير صباح الخير بربي لمجد موجود اي تفضل هاو في الصاله دخلانيه قداش هذا 22 دينار مرحبا صباح الخير نهارك زين مريم مو لاباس ليه لاباس سامحوني باش نمشي نعمل قهوه اقعد مريم
عليك. ثم حاجة؟ دليلة. مش بيها دليلة. أنا هاد تقبيليك في الدروج عرضتني. قالت لي كلام ما فهمتوش. وش قالت لك؟ قالت لي صح عليك. لم يجيق في معاك ويكلمك. بيخليك تهبط مع البوبيل تاع الزبلة. كل حد وسعده. من لكيرت الدليلة هي فيها. دليلها تمشي ولسانها يمشي. النهار الكل ويعنيها على البيبي. حكايتنا الناس الكل ولاو يعرفوها. انتي حتى امي سمعت. الامور صعيبة في البلاصة. وباش تزيد اسعار. ني ما عنديش فرتونة. انتي ما عندكش فرتونة. بالعكس. انا ارتحت توا. امي في بالها. واللي باش يجي رايجها. ما هو مش باش يخليني يكمل عام حدا خالي. تخافش لمجد. ما ينجموا يعملوا لك حتى شيء. لمجد. يظهر لي انا ودليلة باش نموتوا عليك. نام ولا تستيقظ. ما فاز الا النوم. يا بنتي لا حول السوش. مش توشك باش نحيو لك بركة. عمرك الكل باش تنحى. سلام سلام. صباح الخير سي راضي. صباح الخير. تحب القهوة في البيروك ولا بحث المعلم؟ ما عادش نحب القهوة تدور هوني هون نبه علي. علاش سي راضي هو صعبان؟ ما عادش تعجبك قهوتي؟ يا زيو من القهوة هذايا مكان عمل. حاضر كي يقول لي المدير ما عادش نوزع القهوة. ووه على السعدي ووه. حويجي شعري اللي مشيت. اش بيه يا عم راضي اليوم؟ اش صار؟ مو لاباس؟ راجل كبير اش باش نعمل له ونقدره نعمة الله على ابليس النزيز. عمري ولا شفت سراجي فيها سينا. يستسمك ظهر لي الحكاية فيها واو. توا اللي مرت تعمل له عركة يجي كسر لي المعونة. ليه عاد قلت التراس؟ تراس على البحر؟ إيه؟ وتوامر؟ أما اسمع نحب حاجة أثقل وأمتنة. أو ما نفسك أنت كمل حل فيها مع الخياطة. ليه تكلمك مع يا سيرادي. يا سيرادي عايش ريض لي روحك وفهمني. هذوكم راهو كتب ملوحين عندهم سنين. تيتي مش كتب هذوكم مالزمات مفرقين ومش مسافرين. ما يلزمش نغش يخبي عليك الحقيقه يا سي راضي. تم حقيقه يا سي قيس. بالله تنجم تفسر لي كيفاش انا مدير مشرف وما في باليش بالبرنامج هذا. او شيء او شيء او شيء. اش تم زاد؟ شبيكم؟ راضي بن مجدد فلست. بربي فهمنا انت رانا ما عاد فاهمين شيء. اخي بن مجد البغديدي صباح شريك للمعلمة. علاش ما تعملش بينا اجتماع وتوضح لنا الامور؟ شنو هو الهزان والنظان هذا؟ مشيو خدموا على الروح وزيو من الهداري في كولورادو. جليل نحبك تفهمني شنو هي الحكايه. مش فهمت سي راضي ولا باس؟ دار معالي مشات مشات. شنو هو سي راضي دار معالي مشات مشات؟ وين مشات وين؟ هاي الدنيا تغلي. موظفين وخدامه تخلهم تربص يا عبد الجليل. مش كيما فهمت. يظل بك سي راضي ما عملتش لك الصحيح الشبنكة اليوم تاع العاده. يزي متراهدين وريني الحسابات. الحسابات والعقبات. باهي ولا تسميع كلام ولا تعاش عندك حسابات. شقال عمر مجهود العوام ومصير المساكن اللي يخدموا هوني كل شيء ضاع. صحائف العلم والمعرفه يقطروا بالزيوت تاع الفطاير والهرقبه. شنو هو الفطاير والهرقبه تحكي عليهم؟ انا بعوني مريت فيها السنه هذه. تو توريني الحسابات وتفرد دوسيات. سي راجل احترم روحك من فضلك. هذا اللي عندي عقدي فيك النظاره
وشدوك بالعقل جيت تمارس عليه العنف اللفظي؟ ما عنديش حسابات، اخرج ولا بلغ امرك المدير. نسيت عبد الجليل شكون دخلك لهوني؟ ما نسيتش، ونعرف مزيتك في رقبتي، اما سامحني المعلم ما يحبش كل يطلع له الماليه ومحسوب. انت ما تعرفش الامور على قدها، وثم مشاكل والناس الكل فايقين بيهم، كان انت ديما راسك مغروس في الكتب. كان جيت مقيد في الضمان الاجتماعي، راني نوريك فيهم على كل نقبة في الزقيفة. كيف نقول لهم زيدولي يقولوا لي هاك تسكن. عجايب ولا كان سكنت ما ناكل وكان كليت ما نسكن، حكم اللي ما يخافش ربي. بو بكر، فماشي جواب من عند الأزهري خويا؟ ما ثمش جواب من عند الأزهري خوك. وانتي وجهك عمره جاب خير؟ عجيب، ونسمع وسخ وذنية ثانة. ملا المرة جاية جواباتكم أعملوا له بسلاديق في ثقيفة كيف الناس الكل، باش البسطاجي ما يرميهمش لي أنا. ماهيش خدمتي تطلع الجوابات. ملا شنية خدمتك أنت بابا؟ اش قاعد تعمل؟ استنى يجي سي العربي ونشوفوا حكاية السنديك اللي حالك علينا. أعملوه الاجتماع تاع السنديك، خلينا نشوف سي العربي بتاعك اش باش يقول. هذا اللي عنده عام كامل ما اعطاني حتى فرنك. تسمع فيه للا شريفه هالبقى بوش يقول على راجلي؟ ها الليله نخرجك منه البلاص يا مسخ. اي هم يخرجوا بربي عليش ديما العاد في الدروج، ما العيشه هذه؟ قولوا لي هو جرينيتو عمال تطلع، كلم سي الراديو شوف لنا حل في هالباندي المسيب هذا. عندكم جواب؟ لو كان سكفيتي بروحك ولميتي الزبلة بتاعك المبذرة في الدروج كان أحسن ليك انت. تسمع فيك مش يحكي معايا؟ قدري ولا طايح مع جار الكونسيرج؟ الليلة قريب جيكي بيته البرة ويمشي فيك جواب الرئيس البلدية اللي عازب تسكن في وسط الفاميلي. زيد مسكن والتختك معاك تنوريك. يجيسي العربي وتشوف شنعمل. كان ما نبيتكش مسلسل في دار الكوميسار انا مانيش زهرة اخت لزهري. تنشوف حبيبي يا نور الحين. شفتي زهيرة؟ عشت حتى؟ شبيش يقول بك؟ سكر فمك وتعيش علي. ما هيش مشكلة سيب ماما بروبلم وقل مانا مشكلة شكوم الكل يومانك يا زوم كانت ليك بخير الخير. شنية هالشوعة اللي عملتها انت وخوك؟ انا عامله شوها شد جلالة فاتورة التليفون 250 دينار. اوه يا غلبتكم 250 دينار؟ اذا بشيرتكم ان شاء الله منين باش نجيبها ب 250 دينار؟ برا قول اللي يتكلم في التليفون. صحيتك يا وزغ. عندك دينارين؟ هذا كافيش زعيم، دخل بهيت وخرج بهيت، هما القراية. شنو؟ باش تعاود تجبد لي على القراية مرة أخرى؟ بربي خليني، اليوم عندي بروجرام شارجي مزروب. يا دينارين خل نخرج. قل لي، مطلوبة فيهم أنا فافا وسهام نتاعك اللي تكلم فيهم حتى تطلع لي فاتورة التليفون 250 دينار؟ والله عيب يا أمي يتكلم هكا. ساعة تحبك ياسر فاتر، قطني هزني لأمك تعلمني طيب كسكسي. ايوه جيبها تقول على ما البرغر. لا هذه جمعتها هاي برشا ما ظهر ليش تهبط لك البرغر. كان ناوي باش تاخذها حتى الشكشوكه ما توصلش توكلها لها. توا هكا تزيك شريفه تقلب لك مخك على الصباح. تكلمت فيه وحدي تليفون انا. توا شد لكم على الساس شكون يتكلم الاكثر في التليفون. تسمع انا وحده من الناس وليت نخدم هوني ستاندارديست نتاعك. كل يوم نسمع صوت جديد وقليل فين تلقى واحده من تربيه تقولك صباح الخير ولا يكثر خير. تي مره واحده قالت لي اسمع بالرسمي قول لولدك لو كان مازال يدور بصحتي توا خطي بيكسر له وجهه. وعلقت بارك الله عليها وعلى خطيبها. ما تذكرنيش بدلال.
هذيك فرصه ضيعتوها علي. مشيت الخلاعة منور في السيف وخلتني نمروها باش نكلمها. يا اخي بابا قلع التليفون درا وين خباه. طفله تطلب وتعاود ما جاوبها حد. هاوك السيف هذاك تعرفت على واحد تليفون دارهم مش مقلع خطبها. هاكا باش يعرفوا السيف الجاي. بوها عنده ثلاثه بواتات. اسمع كي تحب تضرب المشدق مع البنايات عود امشي للبوسطة. ما فهمتوش اللي التليفون ضرورة العصر وحاجة هامة في حياة الشباب. ثم بنية بالمجد حبيتها وجات بالمسدد في السيفية هذيك. ثم شكون حكى لي على سيستم سيد الوالد في تقليع التليفونات. يا اخي قالت لي بربي قل لي كي دخلكم حد كيفاش تجيبوا السامو. خلي اللي يدوخ الله لقى. اما انتي فيق شوية ياسر ياسر راهو كثرت على ما وصوك. انتي ما تدخلش روحك في اللي ما يهمكش. اللي باباواتهم بيديجيات وديزوم دافير قولهم يتلفنوا لك هما ويزم الاستغلال. فك علي تلميتوا علي الزوز. انا خارج منهم مش نهز منها الدار. هاو نقول لك تكلمت برشا مرات مع بنت خوك يلدز. يلدز اكل متخلفة. اوه اسمع اش تقول على بنت خوك. وانتي لواش تكلم فيها يلدز؟ ويسي فيها عندها انهيار عصبي. ومنين جهة الانهيار العصبي؟ ومنين نعرف عليها انا؟ خوك ديما يقولها مكبر راسك وما قل فهمك يا بالليمة. ما كذبش عليها كلام الكل صحيح. وانت ايش دخلك؟ الراجل اللي ربي في بنته. ملا زيدة قالها اخرج عليا وانت ما عايزة شعرك كما عملك زينب. اخرج نقتلك وليها. برا مشي لها وكلمها بالسياسة. وليش بيني نام خاطي مرفنجيش عليها؟ هاني نساعد فيها ورب يجيبني في الصواب وتقلك. هيا دلز هيا دلز حنان. هيا قومي راكي خلعتي وميم. بنهارك وانت على ريقك بنيتي. هيا قومي قومي فزي انا جبت لك السريال والحليب انت عين. لا واش يا خويت صارت عليك الحمله. الحمله العوف الحمله العوف الحمله العوف يا ربي سيدي الحب ما نجيبك لهوت يا شيف. هاوت هاوت تاعي هاو يا شعلة. وماني هذه ثاني. شنو ماشي؟ ما شاء الله يعجز الناس نززيو الكماندات. هاي خلينا نجي نستنى شوي. شنو ابو جمعه بركة جملة واحدة؟ بجاه رب بجاه رب يتحرك شوية. ماهيش خطوة راجعة هذي راهي. الله غالب سي طاهر. شنو؟ الروماتيزم حاشاك عمل فيا. هي يا خويا اخوك وجي وارتاح. شنو المشكل؟ باش تبدا تمشي لي وتاكل مش معقول. الروماتيزم حاشرني طول عمري. بالله قداش منها يكون جير؟ امشي للطبيب يا اخوي. فيسا حس المعلم جاي. تحرك قوم قوم تحرك شويه غادي فيسا. صباح الخير سي عبد العظيم. نهارك زين. ها او زويرهم صباح الخير خالي. شنو احوالك؟ اش ثم امك لاباس؟ لا لاباس حبيت نطل عليك. يا سي طاهر يا سي طاهر قول لهم يخفوا واحد حقها السلعه هذه راهي وصلت لما ليها. خمسه كميونات خرجوا سي عبد العظيم ومازالوا اثنين اخرين برك. هاي لف روحك. قول لي عمرك ما جيت لهون؟ لا. شكون يخليك تجي؟ هذا الدب الكبير نتاع السيرفاسير والدهن مشروع جديد وماشي مليح. سلعتنا مطلوبه. تحب تعمل دوره؟ السيد هذاك دورني فريمون حاجه تحفونا برشا. هذا المشروع اللي عامل عليه بيبليستي في التلفزيون هذاك هو اللمسه الذهبيه. هاي تفضل معايا. هاو فيك الخير. تفكرت اللي انت عندك خالك وجيت تزور فيه. اما مشيش تقول السيد الوالد اللي انت جيتني توا ولي طردك من الدار. والله يا خالي ماك تعرف قرايه كانت شدتني. ولا انا نجيك. واش تقرا انت في سيونس ايكونوميك ولا شنو؟ كملتش؟ ما كملتش. كملتش؟
علاش؟ وصلت دوزيام اني وظهر لي ما فيش فايده. الظروف ماهيش مناسبه. يلفو ميو نخرج نخدم، نعرف روحي ندبرها خير من عندهم ديبلومات. حتى هذا كلام معقول؟ مسكينه امك، انت اللي زعما معمل عليك. ثم برشا اصحابي فدهم القرايه وخرجوا يخدموا، خطفت لهم. شنو معناه خطفت لهم؟ دبروا بلايص باهين. جوستومون خالد، نجمش يدبر لي خدمه في شركه من الشركات نتاعك؟ انت تحب تخدم عندي هوني؟ لا من جد هذه ما خممتش فيها. واش تحب تخدم عندي هوني؟ وانت حتى القرايه ما كملتهاش. خالي يلدز. شبيها يلدز؟ هي قتلي. كان تكلم بابا تيحطك شاب دو سيرفيس على الاقل. هي قالت لك هكا؟ شاب دو سيرفيس على الاقل؟ وانت تسمع في كلامها هاك البقره؟ راضي شبيك ساكت في الباب؟ بوك سي عبد الرحمن الحداد الله يرحمه قبل ما يموت قال لي يا راضي راني خايف. قلت له مناش؟ قال لي لا الدنيا تتقرقع بعد. قلت له بعيد الشر علاش؟ دار معالي اسمها كبير وكتبتها تبارك الله يشرقوا ويغربوا. قال لي يا راضي باش نموت ومانيش متهني. قلت له بعد عمر طويل عندك الخليفه ما تخافش. قعد يغزر لي مشوار وسكت. سي راضي انت صحيح في مقام والدي، اما نقول لك اللي انت تجاوزت حدك. انت عظمه حارمه. عايشك راهي في روحك زعما قاعد يمدلو. واش بيه راجل ما تحشمش انت في قيس؟ هاي الحاجه تكلم تاني. انا راهي انت شو المنوم ثم واحد هوني نام. شكون مهبول؟ انا الدمانه نتاع دار معالي لما نفقعها اليوم وانا ما عندي معاك حتى حديد. شبيك ما روحتش تفطر؟ ما عندكم الجو تو نعملوك تيجانية باش تعمل جو. نعطي الرجوك نكلمك. ما نحبش تكلمني. كان عطيتني دينارين اللي طلبتهم منك راني فطرت بهم. صار انت ما فطرتش؟ لا يجعلك باش فطرت. انا باش نهرش من هذا داك اللي بيك امشي هج جاي فينش هذا جوابك نهش من قبيله اللي تقول يقول لك الله يبارك اش تحب اكثر ما يزينيش هنا ستريس نتاع الخدمه نزيد نجير هوني نلقى الخناره تاع بنتك
ما لستها لكش وحدي بنتي. سي ما لستها لي وحدك. تربيت الحلة والتبزيع والبهامة والتستيكة والنساسة لمت كل شيء. أنا نشوف فيهم ابنة الناس على اليمين على اليسار يطيروا تيران من الكف. اش نعملوا لها؟ جثتها مسيكنة ما تسمعليش باش تطير. باش تنفد. اطلع اعمل بانو سخون تو تترخى. السخطة هذية ولا تدخلني في خدمتي. قيمة تقول للطفل ولد زين بابا توا يخدمك على الاقل على الاقل شيف دو سيرفيس. نغمة جديدة هذه الخلطة مع سي سهير. اش نعملوا لها؟ الطفلة تحب تجبر الدم وتفل على كل حال ولد اختك. ما دخلش ولد الراضي ايوب يخدم عندي وما نحبهاش ولد خالتي. إلا ما جي أنا من آخر الدنيا باش نعدي لك مكالمتك. يزيد بلا حس. هاو بوك جي، والمرة هذي التليفون ما عادش تفرح بيه. قلت لك يزيد بلا حس. ألو. أنت اش تحب؟ ما عادش تطلبني. قلت لك ما عادش تطلبني وماذا بيك ما عادش تجيني القهوة. نعم. ثاني هاكا محسوب طردني من الدب نتاعو بو. كيف ماك السير من روحك؟ علاش تقولي؟ يزي ما تبداش تتبكالي. بريمو عنده الحق قالك يا بليم. شكوني هذه اللي كنت تتكلم فيها؟ هاكا ما تقولوش ما حاولتش. مشيت ودقيت البيبان ما خطفتش. توا ما بقى كان كندا. ما تخافش عليه نوفا. هذاك لازم دبل عنقوم. في سوسة في قفصة وانا في القنوان. وانت علاش ما عادش تجي؟ لا وكل يوم يسهل فيا عليك. هذه خلناها على الطاولة والناي سخفها. غناني غناية عينيك تقتن فيا عينيك في نافيات الدنيا مشات وجات. أنا يعطيه الصحة نوفا. إيه وزيد قاني قننها باش تعملوا من غدوة صحفة مع بعض. أما هو غدوة ما جاش والشمعة طفات. شنو؟ شمعة طفات؟ ان شاء الله ما جراتلوش حاجه. لا ما جراتلوش حاجه. ما هو شعل شمعه خنجها من مكتوبه وقالني ندبانك لا تطفى. ناهي كان تطفى تدفى. لا حتى شيء. اما هي طفات وما ثماش شمعه اخرى وانا سيقت وسكنت ونوحت. نجيب لك صحن كفتاجي بنش عظمة خاطر نعظمه فا وعن في نهار كامل يوم ما جاش. انت تعرفها دار رؤوف؟ لا ما نعرفهاش. والتهامي يعرفها؟ لا ما يعرفهاش. من شكون يعرفها؟ ما نعرفش. تمشي تجيب لي شمعة؟
باش تحطها بعد نوندة متاع نعوف. محناها الشمعة نذوي السقف ونحيو ونوند وغنيت عينيك تقطن فيا في حنق نواد جوا. امشي جيب لي شمعة. نعم انا عنف منبه عني ما خليش خانوط وحده. ما يسالش عني هوني. نعم ماكش مش تقعد هون. سيق ونسكن بنا نروح عند عندكم. ها مانيش مروح. تشنيه كلكم تحبوا تنقضوا هوني؟ قاعده هوني. انا فرحان اللي جنابك وليد تنطق اسمي كما هو. هذه ثقه نعتز بها. انت بالحق اكتشاف كبير بالنسبه لي. تعرف توا عندي 4 شهور ملي نباشر في دار المعالي ما وتيتش باش نتعرف عليك من قريب، وانا ما خليتش فرصه ما اختنمتهاش باش نجلب اهتمامك. لكن دون جدوى قريب باش نلبس سفسيريا سي قيس باش تفطن بيا. يا سيدي هاو تعرفنا على بعضنا من غير ما تلبس سفسيريا، ومنه هكا نجم تعاوني بافكارك وتجربتك. نفهم من هذا اللي ما زلت عامل راس مال من دار المعالي. اش معناه يا اخي؟ فما في سلوكي ما يدل على غير هذا سيد غباجي. كان تحب نخلط على معمل الرخام يلزم تزرب شويه. تعرف انا متقلق ياسر من راضي ايوب بصراحه. كثر على ما وصاوه. يستحيل نجم نخدم مع واحد كمن هذاك. لازم نلقاو حل ويمشي كل واحد على روحه. شيء ما تنجم تعمل. الراضي ايوب صاحب قول ونظر، والاعوان الكل يحبوه، والدك الله يرحمه كان يعتبره من دعامات الدار. انا دعامات نتا يا سي قيس. انت شنج ما يجيب حتى نتيجه. انا نرى اللي في المرحله هذه ترضيه وتاخذ بخاطره بعد يعمل الله دليل. الراضي ايوب مش سهل راه. بون وانت قولي ما عندكش فكره في الهدره هذه؟ انا طوع امرك ومروحه في يدك سي قيس. ما فهمتكش يا بغدادي، اش معناها مروحه؟ معناها تمروح بيها على وجهك وتنش بيها الذبان باش ما ينغصش عليك ما ناوي تقوم بيه من مشاريع شبابيه وبيتزيريات سياحيه. والله لغتك هذه تفرهدني. قل لي وقتاش مشيو البنيه اللي قلت لي عليها؟ قلت لي يظهر لك. سي حمدة وين نروح؟ شنو استاذ؟ لمسيك بالخير لا السلام عليكم. تغري زادم وين رؤوف؟ نعرف عليه انا. ملي ريت وحدك المره الاخرى ما عاودش يظهر. كان خايف من العربون اللي سيادتك جبته له. اسمع استاذ ما تعمليش سكانه. ايوا كان تحب رومستيك ولا بيسروند ولا قصبه مرحبا، خلاف هذا ما عندي ما نقول لك. وسي رؤوف نتاعك مانيش امه، والخدمه معاه ولات مشاكلها اكثر من منفوحه. يا حمد التو ما قلتليش وين رؤوف، متحير عليه مستانس ما يغيبش على حانوت التهام. انا والله ماني فاهم علاش مسيب امورك وتضيع في وقتك على خاطر سي رؤوف مجدي. حتى لو كان جاي يستاهل واحد بلباز وفريف توصوته بالقصر. انا جايك لحانوتك باش تذمهولي. الطفل رؤوف يبقى مولدي وماذا بيا ما يقعدش تحت تاثيرك السلبي. تيزي من الكلام الصعيب، برمش يسال على الطفل نتاعك اش عامل. يسال الكدوره تو يقول لك فسد له فرح ودخل الدنيا بعضها وشويه لطاحت الارواح ورصات لي نبعث في جرته. في بالي دبرت له خبزه باش تولي في حل وربطه. والله قلبي قايل لي هذا يا قدور بو فرح في خدمه تاع هاك الليله. ما نقول لي راهو في السبيطار. ما تخافش خرج منها بيد مزلوعه وعين زرقاء. اما سي راضي ماذا بيا نقول لك حاجه، ما عادش تسالني على سي الطيب شهيره رؤوف. بالله والله وتلهاه بولادك وما يزيدك وما ينقصك، وانت كاينك ماخذ توكيل على الامه. تحبني نخليك تقيم فيها الاذان؟ تززر وتعربن وتطهر على اليمين وعلى اليسار وتستغل في المحتاجين واللي جابتهم الدنيا تحت سكينتك؟ انا والله كي تبدا الشده تكرتبه وتخطب يدخل منا يخرج منا وما نفهمش اش تقول. اسمعني سي جرمان، اذا كان شد الكرتبه ونخطب وانت ماكش فاهم ديك حاجه طبيعيه، واحد كيفك ما نطلبوش منه باش يفهم. اما العرابن المشبوهه اللي توفى بالخنيفري وتدز اولاد الناس للمهالك راهي تتكلف غاليه. رد بالك